سد تصفه مصر بأنه تهديد وجودي بالنسبة لملايين المصريين، والسودان يراه الممحاة التي قد تجعله في خبر كان. سد تخشاه دولتي المصب وتخشى ما يحمله من سنوات من الجفاف، بينما تراه إثيوبيا مشروعا تنمويا إفريقيا يفيد دولتي المصب لا يضرهما. خلاف قائم منذ أكثر من عقد بين الدول الثلاث ومفاوضات تلو أخرى تحقق فشلا بعد فشل. سنوات من التفاوض محصلتها صفرية، والخطر يقترب شيئا فشيئا، وكل الاحتمالات واردة. مصر تتحرك لتفادي مصير مجهول، والسودان يعول على مصر في إنهاء الأزمة وإنقاذ الملايين من السودانيين. ومع تعنت أديس أبابا الواضح، تتمسك القاهرة بمسار المفاوضات السلمي لسبب ربما يجهله الجميع، أما السلطات المصرية فتعلمه علم اليقين. أسباب وراء تمسك القاهرة بالمفاوضات رغم فشلها المتكرر، رغم تلويح مصر باستخدام أساليب أخرى غير المفاوضات عدة مرات. فلماذا تتمسك السلطات المصرية بالحل السلمي؟ وماذا حققت القاهرة من وراء أعوام من المفاوضات؟ تعد أزمة سد النهضة من أكبر الأزمات القائمة بين الدول الإفريقية، بل وتشكل أزمة عالمية كذلك. فالخلافات على المياه تعد من أخطر الخلافات التي من الممكن أن تهدد وجود الدول. وتصف مصر سد النهضة بالتهديد الوجودي، حيث تعاني مصر من ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنوياً على حصة من مياه النيل تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب من المياه. ومن ناحية أخرى، فإن إثيوبيا تقول إن السد ضرورة وجودية، فإذا جرى تشغيله بكامل طاقته سيكون المحطة الأكبر إفريقياً لتوليد الكهرباء، ليوفر الكهرباء ل 65 مليون إثيوبي، وبالتالي فهو ضروري لنمو البلاد اقتصادياً ولتوفير الطاقة. ولكي يتحقق الغرض من السد، تحتاج إثيوبيا لملء خزان السد ب 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يفوق حصة مصر والسودان، وهو ما رفضه البلدين رفضا قاطعا خلال المفاوضات. ولكن إذا كانت المفاوضات دائما ما تنتهي بالفشل، لماذا تصر القاهرة على المضي قدما بها؟ على الرغم من فشل مفاوضات سد النهضة أكثر من مرة، وعلى الرغم من تراجع إثيوبيا عن الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع مصر، بالإضافة إلى رفضها لاعتراف بالمواثيق الدولية السابقة، إلا أن هناك مكسباً هاماً تحقق بالفعل من وراء تلك المفاوضات، ومكاسب أخرى تتحقق بوجود المفاوضات حتى وإن ظهرت كمفاوضات عديمة القيمة. فبفضل تلك المفاوضات تأخرت إثيوبيا كثيراً في عملية الملء والتشغيل التي كانت أديس أبابا تخطط لها. فمنذ انطلاق المفاوضات قبل نحو عقد، أي منذ بدء بناء السد في عام 2011، تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد وملئه في أوقات الجفاف ونظام التشغيل وآلية فض النزاعات، كما يصاغ اتفاق بشأن أوجه التعاون لتحقيق طموحات الشعوب الثلاثة. بينما كانت إثيوبيا تتمسك بالتوقيع على قواعد لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار ودون اشتراط موافقة مصر والسودان. كما رفضت إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد. أما بخصوص فترة ملء الخزان، كانت مصر ترى أنه يجب ألا تقل عن 7 سنوات،
ويكون الملء في موسم الفيضانات فقط، في حين كانت إثيوبيا تريد ملء السد خلال 4 سنوات، ويستمر الملء طوال العام. وخلال سنوات المفاوضات حققت مصر أولى مطالبها بشأن مدة ملء وتشغيل السد، ويرجع ذلك لاستمرار المفاوضات لمدة سنوات طويلة. فإن لم تكن مصر تحافظ على استمرار الجولات التفاوضية، كانت أعطت إثيوبيا الفرصة لملء وتشغيل السد خلال 4 سنوات التي حددتها وبالسعة التي تريدها، ولكانت مصر والسودان في خبر كان منذ سنوات. أما عن المكتسبات المستقبلية للمفاوضات، فإذا لم تحافظ القاهرة على الضغط على إثيوبيا إقليمياً ودولياً عن طريق استمرار مسار المفاوضات، سيعرضها لمزيد من التعديات على حقها المائي، واتباع إثيوبيا ودول أخرى ذات النهج في فرض سياسة الأمر الواقع، خاصة مع وجود نوايا إثيوبية لإنشاء مزيد من السدود. فالمفاوضات تحمي مصر من تعديات مستقبلية، وتمتلك مصر نقاط قوة تتفوق خلالها على إثيوبيا في المفاوضات، حيث تتمتع مصر بثقل إقليمي ودولي، وتتمتع بدعم الدول الكبرى في موقفها من سد النهضة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واللتان نددتا كثيراً بموقف إثيوبيا وتعنتها أمام مصر. كما تستند مصر إلى اتفاقيتين عام 1929 وعام 1959، إذ أقرت الحكومة البريطانية في اتفاقية عام 1929 بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، وتمنح هذه المعاهدة مصر حق النقض فيتو على أي مشروع يقام على مجرى النيل. ثم في عام 1959 أبرمت مصر والسودان اتفاقا حول تقاسم موارد النيل، على أن تأخذ مصر النصيب الأكبر دون إشارة إلى أي من دول حوض النيل 9 بما فيها إثيوبيا، في حين ترفض إثيوبيا الاعتراف بهذه الاتفاقيات باعتبار أنها أبرمت دون تدخلها. وبحسب مسؤولين إثيوبيين، فإن السماح بمرور كمية محددة من المياه يعد تأكيداً لامتياز منحه الاستعمار لمصر، وهو ما سيبدو كما لو كان نوعاً جديداً من الاستعمار، وهذا عكس ما تقصده مصر من المطالبات بحقها المشروع في المياه، وهذا عكس ما تقصده مصر من المطالبات بحقها المشروع في المياه، إلا أن إثيوبيا تتخذها ستاراً تواري به نواياها غير المعلنة من سد النهضة. ورغم فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن البلدين اتفقا على استئنافها خلال شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، على أمل التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد تشغيل السد وحماية حق دولتي المصب في حصتهما من مياه النيل الأزرق، مع ضمان التنمية لإثيوبيا. مفاجآت كبيرة وهامة قد تحملها الأيام القادمة، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هذه المفاوضات هي الفرصة الأخيرة للتوصل لحل يرضي طرفي الأزمة، خاصة بعد تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر في مياه النيل أو تهديد أمن مصر المائي بأي شكل من الأشكال. وتعد المفاوضات الحالية فرصة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل. فإذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون من الممكن التوصل لحل الأزمة.